السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من العاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجايا القريبة من العاصمة كوالالمبور، حيث تستعد ماليزيا لعقد القمة الإسلامية الخماسية الأولى التي ستعقد في 19 من ديسمبر الجاري، والتي تضم علاوة على ماليزيا كل من إندونيسيا وتركيا وباكستان وقطر. وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الدول لقمة تحاول فيها النهوض بالعالم الإسلامي والنهوض بالأمة الإسلامية في ظل الوضع العالمي الراهن الذي سوف تتولد عنه مجموعات مختلفة من القوى. هذه المجموعة التي تضم هذه الدول الخمس يبلغ عدد سكانها حوالي 500 مليون نسمة، وهو العدد القريب من عدد سكان الاتحاد الأوروبي تقريبا، علاوة على امتلاك هذه الدول الخمس المقومات الأساسية للانطلاق من القوة الاقتصادية والعسكرية والسكانية والمالية. هذه الدول تسعى إلى أن تنهض بالعالم الإسلامي وإلى أن تشكل نهضة إسلامية جديدة يقوم فيها العالم الإسلامي من سباته. فهل ستفلح أو سيفلح قادة هذه الدول في استعادة مجد الأمة الإسلامية من جديد، وأن تكون هذه هي النواة الأولى لهذه الانطلاقة التي ستضم دولا أخرى؟ بالتأكيد نترقب القمة الإسلامية الأولى التي ستعقد في العاصمة كوالالمبور وعاصمتها الإدارية بوتراجايا في 19 من ديسمبر الجاري. هذا أحمد منصور يحييكم من بوتراجايا في ماليزيا.